حياكم الله من جديد مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة. ارحب فيكم انا ثمر الحميد في تقديم الحلقة ومن الاعداد الزميل عبد الله المحبار. ان شاء الله راح نكون معكم خلال نصف ساعة القادمة في اهم اخبار كرة القدم المحلية والقارية والعالمية التي تسبق بطولة المونديال الأكبر في الدولة الأكثر عشقا لكرة القدم البرازيل. يعني تخيل تتكلم عن كأس العالم اللي يقام كل 4 سنوات أقوى البطولات العالمية, وين بيكون؟ بيكون في البرازيل. يعني أهل الكرة البداية مع النادي الأهلي, حيث تسعى إدارة النادي في تسويق عقد المهاجم البرتغالي لويس ليال لأحد الأندية الأوروبية للموسم المقبل, بعدما صرح اللاعب برغبته في العودة إلى اللعب في أوروبا بعد رحيل المدرب البرتغالي فيتور بيريرا عن الفريق, في حين يفاوض الأهلي أسماء هجومية جديدة من قارة أمريكا اللاتينية في انتظار رد إدارة أنديتهم خلال الأيام المقبلة لمعرفة المقابل المالي المطلوب لإنهاء ملف تعاقدات اللاعبين مبكرا استعدادا للموسم الجديد. إليه كشفت الصحف الجزائرية عن اهتمام نادي الخليج السعودي بضم لاعب الوسط الكاميروني نجومو جيل الذي يلعب لصالح نادي شباب قسنطينية. ولم تكشف الصحف عن وجود أي عروض رسمية من النادي السعودي, ولكنها أكدت أن أحد المكلفين من نادي الخليج حضر وشاهد اللاعب وأعجب بإمكانياته. يشار إلى أن نجومو قرر اعتناق الدين الإسلامي هذا العام, وجاء قراره بعد أن عاش في مدينة قسنطينية مدة تقارب 7 سنوات, ارتدى خلالها ألوان فريق جمعية الخروب التي ثم بعدها تقمص ألوان النادي الرياضي. طبعا هذه الأخبار من صحيفة جزائرية تكلمت عن اللاعب الكاميروني, ودائم على فكرة عبد الله يحب الأخبار هذه اللي فيها يبيلها لياقة. تعاقدت إدارة نادي النهضة مع المدرب الوطني سمير هلال للإشراف الفني على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم خلال مشواره في دوري ركاء في الموسم الرياضي القادم, وسوف يكون توقيع العقد في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة خلال الأسبوع القادم, وسوف يتم الاجتماع بالمدير الفني لمناقشة حول البرنامج الزمني المقترح والخاص باستعدادات الفريق للموسم الرياضي القادم من بداية التمارين وتاريخ ومكان إقامة المعسكر ودعم الفريق باللاعبين. قرر الجهاز الفني في المنتخب السعودي الأول عدم استدعاء أي اسم بديل للمهاجم المصاب محمد السهلاوي, وكان السهلاوي تعرض لإصابة في عضلات البطن أبعدت عن معسكر المنتخب. طبعا بالنسبة للوفد السعودي المرافق لبعثة المنتخب أكد أنه تجاوز الحارس وليد عبد الله مشكلته مع إدارة المنتخب بعد أن تأخر في الانضمام للمعسكر. يعني وليد عبد الله باقي. غرفة 11
11 برعاية. أكد المهاجم الجديد في صفوف النادي الأهلي السوري عمرو السومة أنه سيبدأ مهمة مع الفريق الأهلاوي ابتداء من شهر يوليو المقبل الذي يصادف بدء الفترة التحضيرية للموسم المقبل. وكشف سومة أن طموحاته كبيرة في محطة الاحترافية الجديدة، وقال طموحاتي أن أكون مساهم بفاعلية في إحراز لقب الدوري الغائب منذ سنوات طويلة عن خزائن النادي، وأن نكون منافسين على ألقاب كل البطولات. وشدد سومة خلال حواره مع موقع جول أنه حسم انتقاله للأهلي وفضل على كثير من العروض بعد التشاور مع أفراد عائلته. وأيضا الوكيل كما أن النادي الأهلي هو أحد أو واحد من أفضل الأندية الخليجية الكبيرة ويمتلك قاعدة جماهيرية قوية. استدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأولمبي بقيادة المدرب البرازيلي لونزو أنطونيو حارس مرمى منتخب الجيل لفئة الشباب الكابتن عبد العزيز المويجد، وذلك للانضمام في التجمع الثالث والأخير لمعسكر المنتخب والمقام حاليا في مدينة الدمام، ويستمر لمدة 5 أيام، حيث تم استدعاء مجموعة من اللاعبين للدخول في المعسكر واختبارهم ومشاهدة إمكانياتهم تحت إشراف ومتابعة من الجهازين الفني والإداري. عربيا وتحديدا خليجيا، توج فريق العين الإماراتي مساء الأمس بكأس سمو رئيس دولة الإمارات بعد فوزه على الأهلي بهدف مهاجم وهدافه جيان أسموا في الدقيقة 33. برعاية شوف نت وادي فاطمة إحدى منتجات شركة خلفاء مجلي أحمد دامجلي المتحدة. ميسي ينهي عامه الأسود أو الأسوأ بإخفاق جديد قبل أسابيع من مونديال العالم. أنهى ليونيل ميسي أمس السبت موسمه الأسوأ في برشلونة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة دون عناوين تبرز دورة دون تألق في الملعب، ووسط شكوك متزايدة بشأن حالته البدنية. عاد المهاجم الأرجنتيني ليكون مجرد ظل في مباراة حاسمة لبرشلونة بحثا عن أحد الألقاب. ولم يتمكن النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 4 مرات بين عامي 2009 و2012 من صناعة الفارق خلال التعادل 1-1 أمام أتلتيكو مدريد، محالة دون احتفاظ الفريق الكتالوني بلقب الدوري مانحا إياه إلى لاعبي المدرب سيميوني.
نروح للموضوع. كان في اجتماع اليوم يختص ببطاقات نادي الاتحاد اللي دائم تكون موجودة أو تمنح لأعضاء الشرف والعاملين في النادي. كان هذا الاجتماع من المفترض أن يكون يعني اجتماع ثلاثي يجمع المدير التنفيذي لشركة مزايا التي تقدم هذه البطاقات بالإضافة إلى ممثل رعاية الشباب وتحديدا مكتب رعاية الشباب في جدة أحمد روزي بالإضافة إلى ممثل عن نادي الاتحاد. الاجتماع هذا هل كان فيه غيابات؟ وإيش اللي صار؟ إيش الخلاف بالضبط؟ عشان نعرف الموضوع أكثر يسعدني أن يكون مع الآن الأستاذ كمال صبري المدير التنفيذي لشركة مزايا. حياك الله معنا أستاذ كمال. أهلا وسهلا بك أستاذ كمال. حياك الله وسعداء بتواجدك معنا. أنا اللي سعيد أن أسمع صوتك. الله يسلمك أستاذ كمال. بالنسبة لبطاقات نادي الاتحاد بكل فئاتها واجتماع اليوم, وش لو تقول لنا وش المشكلة في الموضوع وش سبب الاجتماع وش النتائج اللي طلعت بعد الاجتماع؟ والله يمكن لاحظت أن في الأسبوعين الأخيرة كان في خبر وصل على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر يخص أعضاء الشرف اللي مفروض أنه عليهم تجديد البطاقات. التجديد كان ممكن يتم عن طريق النادي, ممكن كان يتم عن طريق شركة مزايا بحيث أنه يودع الحساب. طلع لغط في الموضوع هذا وسيه أنه والله لم يذكر تفصيلا نوع البطاقة في الوقت اللي احنا عندنا أكثر من عقد مع نادي الاتحاد لإصدار أكثر بطاقة, في بطاقة العضوية الشرفية وعضوية العامل وبطاقة النمو. احنا كان في العقد يوم توقع كان مسؤولية النادي والله يوثق الرئاسة العامة لرعاية الشباب تحديدا إدارة الاستثمار وخصخصة النادي. اللي حصل انه والله جات بعض الملاحظات, حاولنا نجلس مع إدارة النادي كذا مرة, أرسلنا لهم أكثر من خطاب, الرئاسة كذلك تدخلت, عدت 4 شهور 5 شهور إحنا ما إحنا قادرين نجلس مع الإدارة. فطرأ يمكن حضرتك عارف إنه ما في اجتماع مجلس إدارة الجمعية العمومية اللي حتكون وعلى أساسها يتم اختيار مجلس الإدارة الجديد. يعني أنتوا كانت مشكلتكم معلش أستاذ كمال عشان نعرف بس اللي راح, أولا الملاحظات من وين جتكم؟ ثاني شيء أنت تقول الآن ما قدرتوا تجلسون مع الإدارة, الإدارة كانت ممثلة بعادل الجمجوم صح ولا لا؟ طبعا الرئاسة ترفع لها هي عقد التوثيق, فهي عندها جهاتها القانونية اللي مثلا تبدي مرئياتها على فقرة على مادة على كذا, وبعدها يصار إلى تقريب وجهات النظر ويصار ويتم تلبية ملاحظة الملاحظة اللي أبديت من الرئاسة. طيب أستاذ كمال الآن بالنسبة للمشاكل والملاحظات هذه, هل بتسديد الرسوم الخاصة بأعضاء الشرف أو الخاصة بعملين النادي أو بطاقات النمور؟ يعني وين كانت الملاحظات بالضبط في البطاقات؟ تفضل. هي كانت في عدد 76 شخصية اتحادية عضو شرف كان عليها المفروض أنها تجدد البطاقات. سددت الرسوم المستحقة عليها في حساب مزايا. النظام بيقول انه والله لازم يكون الشخص هو اللي مسدد حساب النادي, فكانت هذه إشكالية, علما انه 53 قد حضر الجمعية الأولى والجمعية الأخيرة اللي كانت اللي تم فيها اختيار الأستاذ إبراهيم البلو, دحين الجمعية حاليا حتكون الثالثة, فمن هنا جاء الاختلاف. لكم كم عقدكم له كم سنة مع نادي الاتحاد؟ سام أقول عقدكم مع نادي الاتحاد كم سنة؟ والله في عندنا احنا عقد لمدة 5 سنوات. متى كانت بدايته؟ كان سبتمبر 2013. احنا لسه ما كملنا السنة. ما كملتوا السنة. طيب واللي صار في الاجتماع اليوم؟ والله كان على أساس أنه نحاولنا على أساس أنه نكون أحد من طبعا الاجتماع اليوم اللي حضروا سمو
سمو الأمير بندر بن عبد الله نائب رئيس مجلس الإدارة، وأنا كنت بمعيته. فبالمقابل كان موجود الأستاذ أحمد الروزي والأستاذ عبد الله مساعد، وكذلك الأستاذ سعيد هنية مدير الأندية. طبعا المبلغ اللي كان يسعى الرئاسة إلى والله يكون مسدد في حساب النادي، احنا كنا قدمنا مقترح، احنا اقرضنا نادي الاتحاد 2 مليون ريال في الكلام هذا في 11 سبتمبر في يوم تسجيل اللاعب الاجنبي في اللاعبين الاجنبي، وبعد سدادنا القرض تمكن النادي انه والله يسجل اللاعبين. فاقترحنا عليهم انه اي مبلغ لاي عضو شرف موجود ممكن لإدارة النادي أنها تخصم من مستحقات شركة مزايا اللي هو القرض اللي قدمته. طيب أستاذ كمال، تعرف الآن عشان انتخابات المجلس الإدارة الجديد حاملين البطاقات الآن الشرفية، بعد المشاكل هذه واللغط اللي صار، هل يحق لهم التصويت؟ والله إن شاء الله. يعني اليوم كان اجتماع مثمر جدا، هم ما في إلا يمكن 13 شخص لأنه 53 كانوا داخلين في حضر الجمعية الأولى والثانية، بالتالي الثالثة هم داخلين. كان في 13 شخص هي كان محور النقاش، وإحنا أبد قلنا لهم حساب 76 اللي تقولوا تقدروا تخصموا من المبلغ اللي موجود بذمة النادي. هذا طبعا نقاشكم اليوم مع مكتب رعاية الشباب في جدة، صحيح؟ طيب والنادي الاتحاد ما كان لها أي رأي اليوم في الموضوع؟ والله احنا زي ما قلت لحضرتك ان حاولنا نجلس مع النادي اكثر من مره بس ما حتى اجتماع اليوم ما توفقنا. الى امس انا حاولت اكلم رئيس النادي اكثر من مره ما جاوبني، ارسلت له رسائل SMS ما جاوبني، وكذلك امينه العام ارسلت له رساله بموعد اللقاء ده وما كان في تجاوب للاسف. يعطيك العافية أستاذ كمال لتجاوبك وتواجدك معنا، يعطيك العافية. أهلا بك. شكرا لك. كان معنا المدير التنفيذي لشركة مزايا الأستاذ كمال صبري. هذه كانت آخر أخبارنا ومداخلاتنا في برنامج غرفة 11 اليوم، إن شاء الله بكرة في تفاصيل أكثر في برنامج الجولة من 6 حتى 7 مساء. عبد الله المحضار يعطيك العافية، وعندنا بندر العتيق هنا يقول لو سمحت تقول على سيميوني الشيخ سيميوني. أبشر يا بندر مسكتها، يعطيكم العافية، تصبحون على الف خير.